بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع الدرس 29 من دروس الجافا سكريبت. النهاردة إن شاء الله هندرس مع بعض برنامج متكامل عن إظهار التحية، جود مورنينج، جود إيفنينج، جود أفترنون، وهكذا. طبعا ده يكون بناء على الساعة بتاعة الجهاز. البرنامج بتاعي هيقرا ساعة الجهاز وبعد كده يحدد نوع التحية. بس قبل ما نشتغل على البرنامج دوت، درس المحاضرة اللي فاتت الخاص بمساحة بحساب مساحة الدايرة، أنا ممكن هنا أروح أعمل فاليديشن. هتعمل فاليديشن ليه؟ لأنك لو رحت شغلت البرنامج وما دخلتش هنا أي قيمة وقلت له كالكوليت، هيقول لك نوت أ نمبر. ده إيرور. نوت أ نمبر معنى كده إنك أنت هنا ما دخلتش أي قيمة، فهو بالنسبة له كده دي سترينج، فمش عارف يحول السترينج ده لفلوت، لأن أنا بشتغل بالبارس فلوت، فيطلع الإيرور دوت إنك أنت هنا ما دخلتش أي قيمة خالص. طب انا عايزه يطلع الايرور دوت في alert. هعمل الكلام ده ازاي؟ عادي جدا، هروح بعد function calc للفورم، هقول له if لو رحت لقيت my form، الفورم بتاعتك ديت dot text one لو مربع النص الاولاني dot value، لو قلت له equal يبقى بيساوي ايه؟ بيساوي قيمة فارغة دبل كوتيشن كده، ممكن انا اعكسها واقول له نوت ايكوال. لو رحت لقيته ما بيساويش قيمه فارغه يبقى انا شغال صح. اذا هيروح يحسب الكلام ده عادي جدا، مفيش اي مشكله، هيروح يحسب الكلام ده ويشتغل عادي، يعرف متغير اسمه ار وبعد كده متغير اسمه اريا ويشتغل عادي جدا. ده لو كان ايه؟ لو كان الماي فورم دوت تكست 1 دوت فاليو ما بيساويش قيمه فاضيه. طب لو كان بيساوي، يبقى المفروض هنا اجي هنا في الجزء ده واقول له إلس. لو كان بيساوي قيمة فاضية، روح طلع لي الارت، قول لي في الالرت دوت طيب افاليو. اروح اجرب البرنامج، اقول له رن واكتب مثلا هنا 50، يحسبها عادي، لكن شيل الـ50 ما تكتبش اي قيمة، هيقول لك طيب ايه؟ طيب افل. ده بالنسبة بس ملحوظة عن المحاضرة اللي فاتت كده. نبدأ نعمل الشغل بتاع النهاردة ان شاء الله بتاع الجريتنج. جريتنج بروك، برنامج صغير هيعمل لي عملية تحية، هيقرا من الساعة بتاعة الجهاز ويشوف الساعة كام. لو الساعة مثلا أقل من 12 يبقى أكيد إحنا الصبح، فيقول له جود مورنينج وهكذا. لو لقى مثلا الساعة في وقت متأخر حوالي مثلا الساعة 9 بالليل ولا حاجة، يقول له جود إيفنينج. في نص النهار يقول له جود أفتر. أول حاجة هعملها، المفترض إن أنا هروح أعمل الفانكشن بتاعتي. هاجي هنا اقول له عايز اعمل فانكشن، والفانكشن دي هنسميها get underscore greeting. get underscore greeting الفانكشن دي هتعتمد على الاور، تعتمد على الساعة، يبقى هدي لها بارامتر وهو الاور، الساعة بتاعت الجهاز. تمام، هروح افتح اتنين كيرلي بريسز وابدا اكتب الاكواد بتاعتي. عندي كام كود؟ ادي اول كود، هقول له اف لو رحت لقيت ان الساعه بتاعت الجهاز الاور اقل من 12، اذا المفروض انك انت تروح تقول له ايه، تروح تعمل ريتيرن. هتروح تعمل ريتيرن للجمله ديت جود مورنينج. تمام، ده بالنسبة لأول جزء. على فكرة لو نكون سبيسيفايد أفضل، أقول له سكريبت لانجوج وأكتب جافا سكريبت يكون أفضل يعني. وفي حاجة بس كده كنا عايزين نوضحها، وأنت شغال جافا سكريبت أنت ممكن تيجي هنا وتعمل الكومنت بتاع الإيه الـ HTML بالمنظر ده، وتيجي في نهاية
الجافا سكريبت، هتعمل اتنين كده كومنت وبعد كده اتنين ماينس وعلامة الايه الأكبر منه. معنى كده ان الجزء ده هيعتبر بالنسبة له كومنت في حالة ايه، في حالة واحدة، ان البراوزر ما يكونش ما يقدرش يتعرف على السكريبتات بتاعة الايه الجافا سكريبت، فيشغل البرنامج عادي جدا، لكن هيعمل ايه زي ستوب او مش هيقدر يفهم اكواد الجافا سكريبت. طبعا الكلام ده يعني كان زمان، لكن دلوقتي ما اعتقدش في حاجه زي كده. ده بالنسبه للبراوزرز القديمه اللي ما كانتش بتتعرف على اكواد الجافا سكريبت. فبس عشان خاطر يبقى شغلي شغل بروفيشنال شويه، بعمل التاج بتاع الكومنت دوت بتاع ال HTML وبقفله بالمنظر اللي انتوا شايفينه. طبعا هنا بكتب عادي جدا اللي هي الستيتمنت جافا سكريبت، ستيتمنت عادي مفيش اي مشكله خالص. نرجع للدرس بتاعنا. انا عندي فانكشن اسمها get underscore greeting، هتاخد بارامتر واحد اسمه hour، لو كان الاور اقل من الاور ده اقل من 12 هيروح يعمل ريتيرن للجمله اللي اسمها good morning. تمام، ادي اول احتمال. عندي احتمال تاني، الاحتمال التاني ان انا يكون الاور ده اقل مثلا من الساعه 5، هقول له else واعمل مسافه if يكون الاور دوت اقل من الساعة 5 يبقى الساعة 17. هروح اعمل ريتيرن لفاليو معينة، قيمة معينة، القيمة للسترينج ديت هقول له جود افترنون، طبعا جود افترنون ده لو كانت اقل من كام، اقل من 17. الاحتمال الاخير مفيش غيره بقى اللي هو else، هيروح يعمل ريتيرن الايه الاحتمال الاخير اللي مفيش غيره اللي هو good evening. يبقى انا هنا عندي فانكشن، الفانكشن دي اسمها get underscore greeting، بتاخد بارامتر واحد اسمه hour. هروح اشيك على الاور ده، الاور ده لو كان اقل من 12 هيروح يطلع جود مورنينج، لو كان اقل من 17 هيروح يطلع جود افترنون، غير خلاف كده هيروح يطلع جود ايفنينج، هيروح يطلع ايه جود ايفنينج. ده بالنسبه للجزء بتاع السكريبت. انا كده خلصت كده السكريبت بتاعي، خلصت الفانكشن بتاعتي. عايز بقى اروح اعمل ايه، اروح اعمل كود يجيب لي الساعة، وبعد كده اروح اكول الجزء دوت، اروح اعمل كول للايه للفانكشن ديت. طب انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي انا عايز اروح اعمل، او هكتب الكلام ده في كومنت، هقول له get the current date، هات لي الديت بتاع النهارده، طبعا الديت بالتايم. يعني ايه الكلام ده؟ هروح اعمل انستنس، فاكرين انستنس لما مكتوب له نيو سترينج ونيو ديت والكلام ده، هقول له عايز اعمل انستانشيت اديت اوبجكت، هروح اعمل انستانشيت من الديت وبعد كده اشتغل بالايه بالانستانت دوت. هتعمل الكلام ده ازاي؟ عادي، هروح اعرف متغير وليكن هنسمي المتغير ده current underscore hour. الكرنت اندر سكور اور ده عباره عن متغير عادي، حط فيه الانستنت، هقول له نيو ديت مش اي مشكله خالص. عملنا الكلام ده قبل كده في الدرس 24 و25، هقول له نيو ديت، روح اعمل انستنت انستنت من الاوبجكت اللي اسمه ديت وحطه في متغير اسمه كرنت اور، بحيث ان انا بعد كده مش هستعمل الديت، لا هستعمل الايه الكرنت اور، او تعال نسميها كرنت ديت، المفروض يكون اسمه كرنت ديت. ده أول جزء. طيب عايز بقى أشتغل بالإنستنت دوت، يعني إيه تشتغل بيه؟ يعني أنا عايز أروح أعمل إكستراكت، هروح أعمل أفك بقى الإنستنت ده وآخد منه الممبرز بتوعه والبروبرتيز والميثودز وكل الحاجات الخاصة بالأوبجيكت ده. هقول له إكستراكت ذا أور، الأور دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بروبرتي، أور بروبرتي from the date object.
تمام. طب هتعمل الكلام ده ازاي؟ عادي جدا، هتقول له current underscore date، current underscore date dot فاكرينها، هقول له get. get ايه؟ عندي get hour و get minute و get second. لا انا عايز get hours بس، عايز get hours. طب ايه رايك ما تخزن الكلام ده في متغير؟ هقول له مثلا var current underscore hour، يروح حازن لي الكلام ده في متغير اسمه current underscore hour، هو ده اللي هتحط فيه الايه؟ الانستنت بتاع ال current underscore date. طبعا هتروح تاخد منه البروبرتيز بتاعته اللي هي الايه؟ ال hours. فاكر لما روحنا اشتغلنا قلنا دوت جيت اور ودوت جيت مينت ودوت جيت سكند وهكذا، نفس القصه بالظبط. ده انستنت من الاوبجكت اللي اسمه ديت، الاوبجكت اللي اسمه ديت ده انستنت اكيد ليه خصائص، هياخد نفس الخصائص بتاع الاوبجكت اللي اسمه ديت اللي هي جيت اورز وجيت مينتس وجيت سكندز. انا هنا عايز بس جيت اورز. روح خزن الكلام ده بعد لما تجيبه، خزن البروبرتي دي في متغير اسمه كرنت اندرسكور اور، هو ده اللي انا هشتغل بيه، هو ده اللي انا هشتغل بيه على البارامتر بتاع الايه؟ الفانكشن. لحد الان كده تمام. يبقى الخطوتين دول مهمين جدا، الخطوتين دول بالنسبه لي مهمين جدا. عملت انستنت من الاوبجكت وبعد كده طلعت البروبرتي بتاعت الاوبجكت دوت وخزنتها في متغير. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه المفروض انك انت بقى تروح، انك انت تروح تعمل عمليه كول للايه؟ كول للفانكشن ديت. طبعا المفروض ان انا كده بره الفانكشن، احسن حد يشتغل جوه الفانكشن. ها انا كده بره الفانكشن، يعني انت عايز تروح تعمل ايه؟ عايز اروح اعمل باس، هروح ارميله، هترميله ايه؟ هتروح ترميله الاور، باس ذا اور فاليو تو ايه؟ تو فانكشن، تو ا فانكشن. تمام. مالها الفانكشن دي؟ ذات فانكشن ديت ذات ريتيرن ذا ابروبريت ابروبريت جريتنج. يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك ان انا هروح بقى اباص الساعه ديت اللي هو الكرنت اندرسكور اور للداله اللي اسمها جيت اندرسكور جريتنج، بحيث انها تعمل لي ريتيرن للتحيه المناسبه، انه تحيه واحده من الثلاثه دول. تمام كده؟ طيب طب انت ممكن تيجي تشتغل تقول له انا عايز اروح اطبع الساعه ديت، فهنطبع الساعه كده نقول له دوكيمنت دوت رايت واروح اطبع الكرنت اندرسكور اور عشان بس تتاكد. بس ينفع دلوقتي تطبع الكرنت اندر سكور اور؟ تعال نجرب. اروح اعمل رن، قال لي 23 الساعة 23. تمام كده مفيش اي مشكلة خالص. عايز تطبع الكرنت اندر سكور ديت، انت عندك متغيرين اشتغلت بيهم ديت والاور، طلع لك الايه؟ الديت الكرنت اندر سكور ديت اللي هو الاوبجكت اللي اسمه ديت بالكامل، عمل لك عمليه طباعه للديت بالكامل. طيب بس ده كان كومنت انا بس مش عايزه، انا الغيه ملوش اي لازمه دلوقتي. اتفقنا احنا هنروح عايزين نروح نعمل كول ايه؟ عايزين نروح نعمل كول للفانكشن ديت. هتعمل كول الفانكشن ازاي؟ عادي جدا باسمها زي ما اتعودنا جيت اندر سكور جريتنج، واروح اديها البارامتر. انه بارامتر وانت عندك البارامتر اللي اسمه current underscore hour صح كده؟ هتقول لي get underscore greeting اللي هو اسم الدالة والبارامتر current underscore hour. طب تخزن الكلام ده في متغير، سمي المتغير ده greeting، يبقى var greeting greeting بيكوال، واروح اعمل كول للداله بالبارامتر الايه بتاعي اللي هو current underscore hour، لسه عامل له عمليه طباعه من شويه.
فاضل لك ايه؟ فاضل لك تروح تعمل بقى عملية ديسبلاي، ديسبلاي للايه؟ للجريتنج ديت. هتعمل ازاي ديسبلاي للجريتنج ديت؟ عادي جدا، تقول له دوكيمنت دوت رايت. فاكر لما كنا روحنا طبعنا الكرنت اندر سكور ديت؟ هي نفس القصه. هتقول له ايه بقى؟ هقول له روح اعمل لي طباعه للجريتنج ديت، ده لسه مخزنها يعني. بعد ما تنادي الداله بالبارامتر بتاعي اللي هو اسمه كرنت اندر سكور اور، تخزنها في متغير اسمه جريتنج، روح اعمل لها عمليه طباعه. طبعا انا الساعه دلوقتي بالنسبه لي 23، اكيد هيقول لي جود ايه؟ جود ايفنينج. تمام كده، مفيش اي مشكله خالص. حبيت بقى تزود بقى شويه حاجات، مثلا يعني مثلا تقول له جريتنج، تقول له بلس، وتكتب اي جمله انت عايزها، مثلا كوما او خليها نقطه، وبعد كده تحط بقى حاجات تانيه زي ايه؟ مثلا تقول له هنا ويلكم تو اور ويب سايت. عايز تطبع ال اعمل كوبي بيست، عايز تطبع الساعة هتقول له مثلا تنزل سطر كده وتقول له بي ار تقول له the current date and time is، وراح نطلع هنا current underscore date، ما فيش اي مشكلة خالص. روح شغل البرنامج، قال لي جود ايفنينج ويلكم تو اور ويب سايت ذا كرنت ديت اند تايم از كذا، مفيش اي مشكله خالص. عايز تحول الكلام ده للساعه الحاليه هتقول له بس دوت تو لوكال لوكال سترينج، دوت تو لوكال سترينج عشان خاطر يحولها لك للساعه الايه؟ اللوكال بتاعتك الحاليه، طبعا في صوره ايه؟ في صوره سترينج. ده ميثود. روح شغل البرنامج، قال لك النهارده الاربع نوفمبر 17 و 17 2010، النهارده 17 سنه 2010 الساعه 11:23، جابها من ساعه الجهاز بالظبط، ارى ساعه الجهاز بتاعتي كده، ما عنديش اي مشكله. نراجع البرنامج بسرعه، عملت سكريبت، ادي السكريبت بتاعي. السكريبت ده عبارة عن فانكشن اسمها get underscore greeting، تاخد بارامتر واحد اسمه hour، لو كان ال hour أقل من 12 روح اعمل لي return ال good morning، أقل من 17 طبعا دي الكيسز كلها، أقل من 17 روح اعمل لي return ال good afternoon، ما كانش كده ولا كده مفيش غير حالة واحدة اللي هي good ايه؟ good evening. بعد كده هروح اعمل instant من الأوبجكت اللي اسمه date. قبل كده طبعا كنا بنعمل new string، بعمل instant من ايه؟ من الاوبجكت اللي اسمه string. انا بعمل instant من الاوبجكت اللي اسمه date، عشان بعد كده مش هشتغل بالديت، لا هشتغل بالcurrent underscore date اللي هو المتغير اللي انا خزنت فيه الانستنت دوت. طيب الcurrent underscore date ليه بروبرتي زي ما الديت ليه بروبرتي، اخدت البروبرتي بتاعت الايه؟ الاوبجكت كله، ليه get hour وget minutes وget seconds وهكذا وget full years وكل الحاجات ديت، فول يير وكل الكلام ده. طب هنا بجيب الساعة، يكفيني الساعة مش أكتر عشان أنا عايز أشتغل بيها، عايز أحدد بيها التحية أو الجريتنج. هخزن الكلام ده في متغير اسمه current underscore hour. هحتاج الكلام ده في إيه؟ عادي جدا current underscore hour، هروح أعمل باس بيها للإيه؟ للدالة اللي اسمها get underscore greeting. هيروح يكول الدالة اللي اسمها get underscore greeting ومع الساعة، ويبدأ بقى يشوف الكيسز بتاعته، انو كيس في الثلاثه دول اقل من 12 اقل من 17 ولا واحده من دول. بعد ما تعمل باص للكلام ده
وتشغل الدالة ديت هتروح تخزن الكلام ده في متغير اسمه جريتنج، اللي هيكون فيه التحية، اللي هيكون فيه كيس من الكيس التلاتة دول. هيروح مثلا هنا يطبع جود ايفنينج، بعد كده يكتب مثلا نقطة أو يكتب كوما أو يكتب سلاش زي ما أنت عايز، ويطلع بعد كده رسالة عادية جدا، طلع ويلكم تو اور ويب سايت. وبعد كده هيروح يعمل طباعة للجملة ديت، ان هو الكرنت ديت والتايم بتاعنا كذا، هكتب كرنت اندرسكور ديت، وعشان تحولها لللوكال لوكال ديت تايم بتاعك يعني هتقول له دوت دوت لوكال سترينج، دي ميثود جاهزة. تمام، بس كده هو ده الدرس بتاعنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.